بدنا نحكي كمان اليوم هيك في موضوع جديد ضروري بنكمل على او هو لازم اوتوماتيكلي يجي to complement what we said, what we talked about when we mentioned the organization change or change management. وهذا الحكي يعني organization development يعني will not occur without change, صح؟ فchange is the constant thing. You need to change. You need to adapt. فعشان هيك بما إنه ضروري, we manage that change. If you don't manage that change, الله أعلم شو راح يصير. بطلع نتائج ما بدك شيء. ففي نحكي على موضوع اللي هو the organizational redesign والorganization restructure, أو أنا قصدي أقول بدنا نحكي على the organizational flexibility. فwhat is organizational flexibility؟ فكركم شو يعني؟ شو قصدنا في الـ flexibility of the organization؟ قدرتها على التغيير؟ الجواب الجواب مع أي شيء بالمسار الخارجي. الـ adaptability to change. طب يعني وين المشكلة؟ ما ي... ليش المؤسسات ما عندهم يعني لو حطينا جبنا المؤسسات ممكن نقول والله the flexibility to change can be quantifiable. من يعني بنقدر نقول والله هاي المؤسسة ونعطيها علامة من 10 degree of flexibility, والله هاي المؤسسة 10 من 10, هاي المؤسسة 5, هاي المؤسسة 6. ايش لو إذا كان حاطين هذا المعيار يعني 5 من 10 بكديش بتكون يعني هيك يعني شو اللي هلا نيجي نقول اوكي اذا if you want to quantify the organizational flexibility نقول والله هاي المؤسسة flexible. طب how much flexible can we quantify it؟ هذا الموضوع ممكن ينعمل عليه research, واذا حدا بيحب بشتغل انا وياه to research how can we quantify flexibility, organizational flexibility. ونحط criteria ومعايير ومنقول هاي الflexibility أو sorry هاي الorganization قديش عندها معايير, قدي بتحقق من هاي المعايير, هي degree of its flexibility. أنا كشركة أنا كمؤسسة بما أنه flexibility is very important for the organizational development وتطوير هاي المؤسسة, معناته زي ما أنا بدي أسأل أشتغل على إدارة المؤسسة كـ human resources و financial resources وإنتاج و sales و marketing, لازم يكون أنا عندي كمان مؤشر على الـ organizational flexibility تبعتي. وأنا كمدير يكون دائما عندي عندي مؤسسة عندها قدرة على التكيف والتأقلم مع الإشي اللي رح يجي. هلا إذا أنت you have you don't have an a flexible organization وأنت اضطريت تعمل تغيير, كم وقت بدك عشان تقدر تحدث هذا التغيير؟ بدك وقت كبير. طب والشركات اللي بتاخذ وقت أقل معناته عندها flexibility, يعني معناته عندها advantage أكتر منك. فال organizational flexibility هي هي advantage, هي it's a competitive advantage. لازم اكتب شوي شوي. One of the competitive advantages of the organization هي the degree of flexibility. كمان انه والله they use the technology, عندهم ادارة ناجحة, كلتشر, كل هذه. طب كيف how we quantify it؟ طبعا زي ما قلت لكم هذا ممكن نخضعه للبحث والريسيرش ونشوف مين اذا بده اذا بتحبوا حدا مهتم بالموضوع نشتغل احنا وياه. بس basically speaking انه احنا اي مؤسسة any organization إذا بدها تعمل تغيير أو تطوير
let's say they need to bring new ideas, معناته هذا التغيير هذا الديفلوبمنت اللي احنا بنقترحه لازم يكون مربوط بالنيدز. ففي عندي هون نيدز شايفين لازم شوي شوي نكتب. يعني احنا اذا بدنا نيجي نعمل لنفرد طارق you're gonna like this, اذا اجينا قلنا والله هاي المؤسسة بحاجة نطور فيها information systems, they need new technology to cope with the dynamic of the organization. البيئة الخارجية الناس عم تتطور والكل عماله they computerize everything, معناته you need to computerize. فالتغيير المطلوب انه هو ايش الحل تبعنا احنا كاودي الانترفنشن تبعنا, بنقول لازم تطوروا لازم تجيبوا شوية تكنولوجي استخدموا كمبيوترات يا عمي. هذا السيستمز اللي احنا we need to develop for this organization. كيف how we develop systems؟ احكي يا طارق. انه نيدز النيدز we go على هاي المؤسسة we start a system development life cycle. We start نعمل system analysis و investigation ومنحاول نشوف needs تبعتها والcurrent situation عندهم شو status quo عندهم شو ونبلش نعمل alternatives وحلول والآخر من لقي حل we do على implementation و testing و evaluation ومنمشي في life cycle. نحكي على traditional life cycle ولا prototyping ولا agile system development بأي طريقة. بس كل أي development process in information technology بغض النظر شو هو بس كل لازم يكون مربوط بإيش بالneeds تحت الorganization. وهلا بعد ما نعمل تطوير للsystems هاي شو بنعمل إحنا؟ منجيب هاي systems ومنعطيها لهاي المؤسسة ونقولها تفضلي طبقي. صح؟ We develop a system. نعطي هذا السيستم للمؤسسة. تفضلوا طبقوا. Implement the change. بنجحوا؟ بنجحوا. وفي كيسز كتيرة ما بنجحوا. بيفشلوا. ما عرفوا كيف ما قدروش يستخدموه. يمكن ما قدروش يستخدموه مظبوط. بس احنا اللي اشتغلنا تشينج حطينا تشينج مانجمنت وحطينا اكتو بلان كيف بدنا نحدث التغيير. قلنا بدنا ندرب الموظفين ونعلمهم على الاي تي وكيف يستخدم التكنولوجي وحطينا بلان للامبلمنتيشن. مع هذا كله ما بصير عندي فعلا ريل دراماتيك تشينج. ما اعطيكم امثله كثير. البنوك تبعتنا ومؤسساتنا الكثيرة معظمها تحوسبت صح؟ بتروح عليهم بدك تصرف اشي بروح بطولك 60 ورقة توقع عليهم ومش عارف ايش وهو بحوسب. شو معناته هذا؟ ما بده مش عارف بس سمع التغيير. عشان هيك انا شو بقول انه في something is missing هون اللي هو restructure, redesign. عشان يصير فعلا تغيير يعني جينا شفنا الوضع الحالي ودرسنا والstructure وحللنا اوكي والسوات وكل شيء تحللت تعرفنا عن needs وعملنا التطوير وجبنا intervention تفضلوا طبقوا. لما نيجي نطبق نصطدم. ما في تناغم ما في هارموني بين السيستم الجديد البروبوزد سيستم
وهذا الكرنت الستاتس كول اللي حكينا عنه. فالستاتس كول لساته زي ما هو، الستراكشر زي ما هو، القيادة زي ما هي، سنترالايزد ولا ديسنترالايزد غض النظر شو هو، الكالتشر زي ما هو. كيف بده يصير التغيير؟ وعشان هيك معظم الديفلوبمنت والسيستم ديفلوبمنت اللي بتصير او الاو دي انترفنشنز اللي احنا بنعطيها للمؤسسات بتفشل، مش لانه احنا ما اشتغلنا صح، لانه اغفلنا عن نقطه واحده صغيره. In order to actually successfully implement change sometimes كتير من الاحيان you need to do restructuring و redesign لهاي الاورجنايزيشن. يعني هاي الاورجنايزيشن لازم تصير فيها تغيير، والتغيير هذا في الهيكليه تبعها لازم تتغير. بتعمل بتجيب نت وايميلات ومش عارف ايش وسيرفرات والمراسلات الكوميونيكيشن تشالنج لازم على الورق ويوقعوا عليها 60 واحد. طب وليش كل التكنولوجيا اللي عملناها؟ فهمتوا؟ القوانين لازم تتغير، الهيكليات لازم تتغير. And this is وهذا الموضوع اللي هو الاورجنايزيشنال فلكسيبيليتي اند ريديزاين. فعلى المؤسسه لازم تعمل يكون عندها قدره على ومرونه انها ترد تعيد الهيكليه تبعها والتصميم تبعها كستراكشر وكلتشر واستراتيجيز ولوز وقوانين وانظمه وتعليمات، كله لازم يتغير يتوافق مع التكنولوجيا الجديده مع الشيء الجديد اللي انت جبته. اذا ما في توافق شو راح يصير؟ الكلاش. نوصل للديدلوك، بنحط تكنولوجيا بنجيب فكر جديد والفكر القديم لساته ما تغير. عشان هيك موضوع الفلكسيبيليتي في الاورجنايزيشن ضروري كتير، واول موضوع فيه انه يو نيد تو بي ايبل تو ريستراكشر وتعمل ديزاين جديد والكلتشر يتوافق. وهون في موضوع The dimension of flexibility مكتوبة في time, place and work process إجراءات العمل. إذا الإجراءات العمل لساتها زي ما هي وجبنا حوسبنا ما بتركبش، إجراءات العزم لازم تتغير. فهذا موضوع بدكم تطلعوا عليه. الكلتشر زي ما حكيته ضروري to support that change. Why focus on flexibility? شو هن الرود بلوكس to success؟ ليش مرات في حواجز على الطريق مش عمالنا بننجح؟ What are the road blocks to successful implementation؟ نروح نطبق ام نفشل؟ ليه؟ Nature of the work, the employee concerns, manager concerns, the culture, the structure. كل ما دول لازم يتغيروا. هون نيجي لموضوع كتير جديد اسمه re-engineering او الفكرة تبعه اللي هو اللي هي business process re-engineering. اجراءات العمل نعيد هيكليتها، والbusiness process re-engineering مصطلح لازم بس نقرأ كلنا هالتعريف مع بعض. إذا المؤسسة ما عملت إعادة هيكليتها صح أو re-engineering، وهلأ إذا أنتوا كMIS هذا من أساسيات شغلكم الـ business process re-engineering. شوفوا التعريف، هو fundamental rethinking. يعني فاندمنتالي اساس، يعني جذري، بدك تفكر في الاسس. ري ثينكينج اند راديكال ري ديزاين، مش التغيير هيك بسيط، نو راديكال. اذا فاندمنتال ري ثينكينج اند راديكال ديزاين ري ديزاين اوف بزنس بروسيسز، اجراءات العمل بدك ترد تفكر فيهم وتشقلبهم راسا على عقب تو اتشيف دراماتيك improvements. ضروري. إذن الريديزاين التطوير الحقيقي لازم يكون فيه
fundamental rethinking and redesign في كل إجراءات العمل الwork business processes عشان to achieve dramatic improvement. يعني ممكن تعمل إشي وimprovement بسيط زي ما حكينا بالبداية في المحاضرة. No, إذا بدنا نعمل dramatic improvement إشي عظيم معناته بالضرورة لازم تعمل rethinking في كل إجراءات العمل اللي أنت بتشتغل عليها. متعود تشتغل هيك 100 سنة لك وعشان هيك مش عم تتحقق ومش عم تنجح ولا عم تكبر. فلازم تعمل rethinking fundamentally rethink with all your business process processes. طبعا في كل إشي بدك تفكر وتغير وتطور واللي هو حكينا عنه restructure and redesign بشغلنا بعلنا كMIS اسمه business process reengineering. فجزء من هذا العلم الفكر انك تروح كمؤسسة كواحد بيشتغل بالأودي في كل قسم in each position في الستركتر تروح تتطلع وتفهم إجراءات العمل تبعته وهاي إجراءات العمل fundamentally rethink it فكر فيها مزبوط مزبوط وقلبها وشقلبها بحيث تقدر تعطيك dramatic changes. وهذه الرسمة اللي حكيتها قبل شوي البزنس بروسيس والقوانين والإجراءات ثابتة وجبنا تكنولوجيا جديدة وإمبروفمنت جديدة وهاي معيق. إذن resistance to change مش بس بالناس والفكر والكلتشر زي ما حكينا المحاضرة الصبح. الستركتشر نفسه هو اللي crippling us مش عماله بخلينا نتطور. فهمتوا؟ عشان هيك هذا الموضوع هذا الفكر العلم كتير ضروري كتير. أوكي في أوكي يلا هاي السايكل وهي له أدفانتجز وآخر كلمتين اللي هو شو دور تكنولوجيا المعلومات في البيزنس بروسيس في إنجينيرينج. شو الاستراتيجيك رول شو دور التكنولوجيا في الموضوع. اذا بتطلعوا بزنس بروسيس بدك ترد تعيد البزنس بروسيس ري انجينيرينج الديسيجن ميكينج بتتغير طريقه اخذ القرارات بدها تتغير وبدها يصير عندك بوزيشن جديد كومبيتيتيف بوزيشن. فتكنولوجيا المعلومات في هذا الموضوع تعطيني فوائد في هذول الثلاث شغلات. اجراءات العمل بدها تتغير عشان تعطيني نتائج دراماتيك. عملية decision making process لازم يتغير أسرع أفضل وهذا يعطيني competitive position. شكرا يعطيكم العافية.